اضرار بطاقه المقاول الذاتي، ما عندهاش اضرار صراحه. الحاجه اللي كتبان ليا شويه هما انهم يقدروا يدخلوا، حيت هنا كتولي كتخدم بسميتك، تخدم بسميتك. يعني لو وقع لك شي مشكل شي نهار ولا شي حاجه، يقدر يكون لا قدر الله حجز حتى على الممتلكات الخاصه ديالك السي خالد. هذه هي المشكله ديال المقاول الذاتي. اما ملي كتكون كتخدم في شركه ذات مسؤوليه محدوده، فالشركه بوحدها وانت بوحدك. انت هنا ما كاينش الشركه بوحدها وانت بوحدك. سي خالد ازيار، اسمحوا لي الناس ديال الفاينانس ولا ديال الكونطا اللي كنهضر في هذه المواضيع، واخا انا راه بعيد عليها شي شويه، ولكن اللي كنعرف شويه من الاكسبيريونس وشويه من المشكله ديالك اخويا خالد، هو خالد ازيار ما عندكش، ما كاينش عندنا خالد ازيار المقاول وخالد ازيار اللي عنده شرا دار ولا عنده شي كونط بنكر فيه فليسات ولا، ما كاينش هادشي. خالد ازيار هو مول هذيك البارطمان، وقع شي حجز غير وقع ليه، بغاو فلوسه خرجات لك شي ضريبه، ما تعرف كيوقعوا هاد المشاكل. ما هذا غيحجزوا لك على دارك، غيبيعوا لك دارك في مازال العدن، ماشي بحال الشركه. شركه لا، شركه عندها واحد المسؤوليه ديالها، عندها واحد المسؤوليه محدوده لها، وتنهضر على الشركات ذات المسؤوليات المحدوده، ما تنهضرش على شركه التضامن. يعني لو وقع شي مشكل في ديك الشركه، الشركه عندها واحد لونتيتي بعيده عليك.